جزاكم الله خيرا. يظل سؤال أهل العلم كيانا قائما بذاته، بيدي أن نتوسع في هذا المقام شيخ صالح. لا شك أن سؤال أهل العلم مهم. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العلم السؤال. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بما أدركت ما أدركت؟ فقال: بلسان سأول وقلب عقول. وهذا العلم كما قالوا لا يناله مستحن ولا مستكبر، ما شاء الله لا يناله مستحن ولا مستكبر. طيب، الذي يستكبر عن التعلم وعن السؤال هذا يحرم العلم، والذي يستحي ولا يسأل هذا أيضا يحرم العلم. طيب، لأن هذا الحياء مذموم. الحياء الذي يمنع الإنسان من تعلم أمور دينه هذا حياء مذموم وخجل. طيب، وليس هو من الحياء المحمود.